حالة طوارئ صحية عالمية، ماذا تعني هذه العبارة؟ تعني أنها يعني صار بإمكان الحكومات اتخاذ قرارات طارئة ومواجهة جائحة، لأنه مثل ما بنعرف أنه أكثر من 72 دولة بالعالم سجلت إصابات بهذا المرض جدري القرود، وهذا يعني خطير هل نحن جدا وصلنا إلى خاصة درجة الوبائية بسرعة انتشاره. أو في طريقنا إلى الجائحة حتى نفهم التصنيف؟ عندما يصيب وباء معظم دول العالم نسميها جائحة، أما الوباء هو يبقى محصور في بعض الدول أو بعض المناطق. نحن نعلم أن أوروبا هي تسجل أكبر عدد من الإصابات حاليا بجدر القرود، ولكن 72 دولة على 160 دولة بالعالم سجلت حالات. نحن نتجه نحو جائحة. نعم، يعني وهنا هذا يدفعنا إلى الحديث عن الجائحة التي ربما لما نخرج منها بعد، وهي جائحة كورونا. الدروس المستفادة من جائحة كورونا، كيف يمكن تطبيقها أمام هذه الحالة الصحية الطارئة حتى الآن نقولها؟ بجائحة كورونا كان هناك نوع من المفاجآت لدول العالم وخاصة النظام الصحي في بدايته. أما اليوم يعني إذا بس فقط كم حالة، يعني لم يتعدوا 10,000 أو 12,000 حالة إصابة أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ، يعني استفادت من دروس جائحة كورونا واستبقت الأمور وخاصة من الناحية الأولية. يعني في عندنا لقاح، عندنا عدة لقاحات نافعة تطلب اليوم حسب ما فهمنا من المؤتمر الصحفي، تطلب منظمة الصحة العالمية لوضعه قيد الاستعمال بشكل كبير، وخاصة عند الذين لديهم أو أمراض مزمنة أو احتكاك. نحن نعرف أن الاحتكاك المباشر مع مرضى جدري القرود ينقل العدوى بشكل أسرع وبشكل أكبر، ولكن نعم. لدينا حاليا لقاح ناجح ممكن أن يساعدنا في مواجهة وهذا الوباء أو هذه الجائحة المستقبلية. هيدا درس كمان تعلمناه من جائحة كورونا، حيث تأخر اللقاح وكانت إصابات عديدة، حتى تأخرت إعلان حالات الطوارئ في العالم في بداية جائحة كورونا إذا بنذكر. نعم، ولكن رغم ما ذكرته دكتور أشقر، لماذا يقول المؤتمر الصحفي بأنه لا يقين حول فاعلية هذه اللقاحات؟ لأنه ما في لقاح ناجح 100%. نحن بس نعرف أنه في لقاح، ما ننسى أنه إلنا أكثر من 10 سنين لم نستعمل هذا اللقاح ضد مرض الجدري. يعني هل هذا اللقاح موجود، وخاصة لقاح دنماركي أثبت فعاليته، ولكن لا ندري في الوقت الحاضر ماذا ستكون النتيجة عند استعماله حاليا لمواجهة جدري القرود الذي يختلف بعض الشيء عن مرض الجدري حتى لو كانت العوارض متشابهة. نعم، أولوية اللقاحات لمن ستكون أو لمن يجب أن تكون دكتور أشقر؟ ستكون عند الذين لديهم أمراض مزمنة أو عند الذين هن على احتكاك أو ما يسمى يعني الاحتكاك المباشر مع المرضى عندما نشخصهم، وهؤلاء سيحصلون على اللقاح. يعني حتى ما ينشر أول شيء الدائرة الصغيرة، مثل ما عملنا بجائحة كورونا، بلشنا بالدائرة الصغيرة وانتقلنا بشكل دائري إلى المحيط المجتمعي، وهذا ما سيحصل أعتقد في حالة الجدري، مرض جدري القرود.